السلام عليكم اخوان شعود الخوت، كل شيء مزيان، صحيحات طويرات، كل شيء بخير. المهم الاخوان جينا نشارككم معكم ان شاء الله اليوم موضوع فيه الفائده الاخوان، ولا موضوع فيه النقاش الاخوان، وهو يعني علاج رجل الصغار الاخوان. يعني كاينين بعض الصغار اللي كيكون، انا غادي نحاول باش نوضح لكم ولا نشارك معكم واحد الحالات يعني صادفتهم عندي، وغادي نحاولوا نشاركهم مع الاخوان وتعرفوا كيفاش كنحاولوا يعني نجمعوا الوليدات الرجلين ديالهم الا كانوا مفروقين او مفروشين كيف كنقولوا الاخوان. غادي نحاول باش نشارك معكم هذا الوليد، هذا الاخوان يعني الكوبل اول مره، واول يعني اول بيض ليه، بيضات غير جوج بيضات، هو كان في شويه تشحيم، خرجت منهم وحده، الوليد ديالها راه كبر. يعني كيف كتعرفوا الاخوان، انا ما كنحيدش الانثى يعني الولد واحد ولا هذا، كنخليه ليها، ولكن كنخليها في العش الاول تريني عليه وتعلم كيفاش توكل الوليدات وكيفاش تتعامل معاهم باش نستافدوا في العش الثاني. المهم الاخوان كيف كيبان لكم الوليد، راه هو هذا، راه هو الهاء، راه ولا مزيان، هي رجمات العش الثاني، راه اليوم ولا غدا غادي تبيض ان شاء الله. دابا حاليا كنت حطيت الوليد تما، وكان نتفاجئ الغد الاخوان بانه هو لصق لي واحد الخيط في الرجل ديالو وبقى معلق، يعني طاح من العش وبقى معلق، يعني الرجل ديالو بحال دارت ولا يعني مفروشي لرجليه، ما بقاوش مجموعين عاديين ولكن ولاو محلولين. دابا حاليا راه درنا ليه واحد الطريقه اللي كيسولوا عليها الاخوان، يعني المينوط عادي، او الطريقه اللي كنجمعوا بها الرجيلات، راه ولا مزيان كيف كيبان لكم، كيوقف بهم وكل شيء، ولكن غادي نحاول باش نوضحها معاكم وتشوفوا الطريقه كيفاش غادي تحاولوا تجمعوا الرجيلات ديال الوليدات باش ما يبقاوش محلولين، ولا باش ما يبقاوش يعني يطلع هذاك الولد يعني معوق من الرجل ديالو وما كيقدرش يوقف. وهنايا الاخوان هاد الانثى هي يعني نفس الحاله ديال هذه، كان في تشحيم بيضات غير جوج بيضات، خرجت منهم واحد، هو كيف كيبان لكم ها هي، كيف كنعرفوا بقى عندها غير ولد واحد، ومع النشوة اول مره كتدريسها ولا كتعلم كيفاش تتعامل مع الوليدات ديالها، كتحضن بزاف الاخوان، يعني كتحضن بزاف، وملي كتحضن بريسات الولد، والولد ديالها ولا الرجلين ديالهم مفروقين كيف كنقولوا، ولا مفروشين للرجلين ديالو. ها هما الاخوان، حاولنا باش نديروا ليه الطريقه هذه ديال المينوطه الاخوان، يعني باش يتجمعوا الرجلين. ودابا حاليا راه ولاو مجموع الرجلين المده ديال 4 ايام ولا 5 ايام. كيف كتعرفوا الوليدات ملي كيكونوا صغار يعني راه كيتقبلوا العلاج ولا كيتقبلوا اي حاجه ممكن ديرها لهم. دابا حاليا يعني راه ولا غادي يولي كيجمع الرجيلات ديالو، ولاو مزيانين كيف كيبان لكم الاخوان، ولا كيوقف عليهم، ها هما الاخوان واقف عليهم مزيان. دابا حاليا الاخوان غادي نحاول نوريكم يعني طريقه العمل ولا الطريقه ديال هاد المينوط الطبيعي كيف كنقولوا الاخوان، يعني ما غادي تخسر فيه حتى شي حاجه، غادي تصايبيه غير بمواد متوفره عند جميع الاخوان. المهم غادي نحاول نخلي لكم فيديو توضيحي كيوضح ولا كيبين كيفاش حاولت ولا كيفاش عالجت هاد الحالات، ولا كيفاش يعني جمعنا لهم الرجيلات ديالهم، ونخليو الاخوان يعني يستافدوا معنا في هذا الموضوع. الله يسر لكم والله يسر جميع الاخوان.